كنت مسكر الليتات بنام من الوناسة فتحت الليتات وأخيرا فرش مايسترو صاروا عندي في البوتيك. أنا كان بالنسبة لي أحلى فرش مكياج زويفا وبديليوم. الحين بالمركز الأول مايسترو، بعدها زويفا، بعدها بديليوم. أحلى ماركات فرش مكياج كواليتي، سعرهم فيهم. على كثر ما نشتري فرش مكياج أنا بعد 3-4 أشهر خلاص الفرشة تنتهي. هالفرش يمكن عنديهم صار لي يمكن 6 أشهر أو أكثر، للحين الفرش يعني ما بي أقول لكم ولا شعرة طاحت، ما بي أقول لكم القصات تينن، كل شيء كل شيء. وأنا ممكن أتكلم عنهم وايد، بس حبيت أبلغ بنات الخليج صاروا موجودين في بوتيكات، بوتيكي تحديدا. يعني اللي هاوية فرش وتحب تقتني فرش يتمون عندها فترة، عليكم بالعافية فرش مايسترو بصراحة. اللي يحبون وعشاق فرش المكياج، اللي ما تميل حق هالموضوع ما أعتقد راح تكون interesting. أوكي، هني في فرشتين آيلاينر، بوريكم أدق فرشة آيلاينر ممكن تمر عليكم. شوفوا جنها إبرة من كثر ما هي دقيقة. طيب مش كبرها، هذه حق يعني زوايا العين أو عند مدمع العين تحطين آيلاينر من داخل أو ترسمين حق الحاجب شعرة خيالية من كثر ما هي دقيقة. خياليها أصلا، هذه فرشة رسامين من كثر ما هي دقيقة. وطبعا حاطين لكم يعني فرشة آيلاينر اللي يحبون الفرشة الطويلة الشذي تصير مشطوفة. وهذه يعني بصراحة الكوليكشن مالهم حلو، عندهم هذه بعد حلوة حق زوايا العين ندرج فيها اللون القامج، خيال فرش. بنات عندي ملاحظة صغيرة على الفرش، أول ما تشترون المجموعة راح تلاحظون أن هالفرشة شوية ريحتها بوني، غسليها مرة واحدة الأمور كلها تصير تمام، لأن كله شعر طبيعي. طبعا هذه أغلى شعر، أغلى فرشة حنون شارية مثل هذه، نفس نوع الشعر، نسيت اسم الشعر بصراحة، ب72 دينار. تخيلوا شارية فرشة واحدة حنون ب72 دينار. قلت لها حنون ايش فيك، مو لهالدرجة عادي، يعني اشتري مجموعة ست كامل 5-6 فرش، بس مو فرشة ب75 دينار. فاللي بياخذون المجموعة عليكم بالعافية، وصدق المجموعة حلوة. وبوريكم بعد هذه الفرشة جبارة، دائما تسألوني عنها مشاعل شنو الفرشة اللي قاعد تستخدمينها الحين، هذه فظيعة فظيعة هذه الفرشة بصراحة. كل الفرش بخصوص سعر المجموعة بنات، لو تحسبون كل فرشة راح تطلع عليكم الفرشة الواحدة ب3 دنانير وشوي. وإذا أنت تبتروحين تشترين 25 فرشة، نبي نقول من ماك ولا من أي مكان، أقل شيء بيطلع عليك 200 وشوي، أقل شيء راح يطلع عليك. وهذا إحنا ندري في الميك أب أرتس أن أكثر شيء نشتري أو نصرف عليه الفرش والرموش. فأي ميك أب أرتست مبتدئة تبي تبتدي بفرش تتم معاها فترة طويلة وسعرهم فيهم، أنا أنصح بمايسترو. واللي هاوين مكياج وتبي قصات فرش عيون ودمج كونتور كريمي وباودر بصراحة هم أنصح فيهم.